كيف قاعد تقطر، كل ما نقصها تعبي شوي تعبي شوي لما تعبي القهوة. يا تنقط قوي. هو دي عامله زي سبحان الله. بس ريحتها ايه؟ ريحتها دولية. هو نفس فكرة بس سيبها بقى احطه في كوبايتي. جهاز مش فلتر. حط دي في هنا. سيبها هنا. بيها خفيفة. خليها ايه. اه لسه ما تعبي الكوب. ما انا بعبي النص. آه انا شو اعمل مع سلطان؟ عبي النص. بعدين سلطان في المكتب. سلطان مين؟ الهيئة. اه كلش نعمل عبي لان احبها خفيفه ايوه عشان يجي فيديو والحليب والسكر والميه عبي نص بعدين ايش نعبي يعني نعبي نص هنا ونص هنا بعدين زود حليب ميه وحليب ايوه عشان تصير اخف يعني سنة. يعني هي لما الميه بتاعتها تعمل نص كوب ولا كوب كامل؟ هي تعمل لك كوب كامل بس تركيز يعني خفيف لا هذه تعمل لك دبل تربل شوت ثقيله مره فاحنا نعمل نص الكوب نص الكوب وتصير كانها شوت بنفس الواحده بنفس الواحده ده اللي هنعمله دلوقتي اي انا عشان تصير خفيفه عشان انا اخلي دي نضربها الصباح كده نشوف كيف تكتم وتقدر تقطر ميزتها الواحد ياخدها معاه في السفر ريحتها قوية مرة جميلة جميلة بتاعت الصبح دي يا جدعان دي حلوة في السفر صح ولا لا؟ اي جميلة جميلة في السفر هم عندهم بوكس في باكيتات زي كذا 10 اتوقع البوكس في 10 10 في 10 حبات بكام بقى ال 10 حبات دول؟ 40 ريال 30 ريال 35 ريال يعني كان يطلع لك الكوب 5 ريال 4 ريال يعني الواحده من الواحده من هذه تطلع لك انا ب 5 ريال 4 ريال 4 ريال 4 في 10 ب 40 هي تقريبا 40 38 حاجه زي كذا طيب ب 4 ريال اه حلو تعمل لك قهوه قهوه بس تعمل ستاربكس قهوه القهوه قهوه يا سلام ستاربكس ولا تاني اسمها ايه؟ لسه عايزه شويه. تزيد حبه. تنقيط انا شفت اعلان عن قهوه بالتنقيط بس هذه قهوه التكتير اه بس تنكتم هنا وتصير ايش كذا تنق تحت تنقيط طب انت بس ما تدوس عليها من قبل تحس ولا هي بتنزل على كله ما تنزل على كله بس هي تمشي شوي لان المويه تبدا تمشي تسحب القهوه كله وتنزل لما تعبها جميل اه زي كده يا معلم اه حلو كده شوف عبد الله زعانف ودراعات تسند عليها حاجه وقبها يعني وطبعا انا اطفش خليها بس السلطان يعمل دائما زي كده يعني يقعد نفس الوقت يعني نص زي كده عشان تنزل وتعوضه ايوه بس لا لا انا اعبيها كده خليها شوي بعدين ارجع اعبيها من عنده من عنده طاقه يقعد ينقط معاها تنقط يلا ايش هذا كويس؟ كويس ايه كويس ها؟ ايوه ما في سوي جوا هنا سوي بوفيه هنا انت بحليب ولا بدون